شايف انه استقبال الفريق الهدف مبكر طبعا بعد خطأ حاتم سكر كان هو ده يمكن بداية تغيير مجريات اللقاء، انه هي دي يمكن الغلطة اللي خلت الجيم يتفتح كده ونستقبل الهدف التاني. طبعا انا برضو مش عايز اقول غلطة حقيقي، يعني هي لا احنا ممكن نقول غلطة، لانه المرة دي هو قدر ان هو يصلح الغلطة دي في ما اسرع اصلح، وقت بس هو ممكن، انا برضو ومحدش يعني يعني محدش زعلان منه. معلش انا برضو يعني عشان كنت لعيب كورة وعارف هو ما غلطش الغلط، هي الكورة اتلعبت برضو لازم عشان نوضح برضو عشان احنا ما نلبسوش ان هو غلط، لا هو ما غلطش، انا بعتبره ما غلطش، هي الكورة لما جت بالعرض هو عواد كان طالع، مش عواد كان طالع، هو بيعملها له كده لو نقدر الظهر، ان احنا ما نعرض تجاوبوش مع بعض. الكورة، ها؟ يعني لو شفت لو الكورة معايا الجون اهو، ده الجول اللي هو جابه، ده الجول جون اللي جابه، عالمي طبعا طبعا، الجول الاول جون لنادي عالمي الزمالك امبارح، واللي طبعا زي ما قلنا طبعا، يعني جون قدر ان هو يصالح بيه هو الجماهير. لعيب مميز، لعيب حاتم ده من اولاد النادي، من اللعيبه اللي انا بحبهم، يعني لعيب باك ليفت مميز، بس لازم يبقى عنده جديه شويه، لازم يعرف ان هو بيلعب مع الفريق الاول دلوقتي، ما يبقاش مش بيلعب مع الناشئين، ان هو يبقى لازم يركز اكتر ويبقى مهتم خبرة اكتر هيكتسبها ممكن طبعا نقول مع طبعا الوقت ومع مشاركته أكتر. طبعا، هيشوف في الماتشات دي في الغلطه اللي غلطها امبارح، يعني انا برضو بكرر وبقول انها مش غلطه، هو بيجي له الكوره فبيسندها لعواد في طلعته، للاسف عواد طلع وراح ايه، هي دي اللي عملت المشكله، لكن بدلك وده اللي بيحصل في كره صحيح. القدم، لكن عوض وجاب هدف كويس ومن اللعيبه الكويسه قوي، اللعيبه المميزه اللي ليها مستقبل ان شاء الله في نادي طب لو الزمالك. هتديله نصيحة، لو هتنصح حاتم سكر بحاجة بعد لقاء امبارح، ده تحب تنصحه بإيه؟ انا احب انصحه انه لازم يلعب بجديه، ما يبقاش السلو موشن كده، عشان انت بتلعب دلوقتي مع لعيبه قويه، لعيبه جامده، مش هتديك الفرصه ان انت تقدر تحجز على الكوره بهدوء كده وريلاكس، لا مش هينفع، لازم يبقى في التزام، لازم يبقى في قوه. يا حاتم انت لعيب مميز 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 حقيقي، من الباكات الليفت الحلوه، فطبعا لازم يلعب بجديه وبالتزام، ولازم يعرف ان هو بيلعب في مكان صعب، باك ليفت صحيح. مطلوب منه التغطيه، يعني لعبه زي دي انت بتعمل شغل عالي ان انت عايز تعملها، لا الاضمن ان انا اطلعها، يعني المكان دوت ممكن اطلعها على اساس وهو مغطي كويس، خلي بالك يعني هو واقف في مكان كويس مغطي، مغطي خط الدفاع العكسي، فدي حاجه مميزه تتحسب له يعني، فهو لازم يطلعها عشان الماتشات اللي زي دي، وانت بتلعب في فرقه كبيره زي الزمالك الغلطات فيها وبالنسبه ليك انت كمدافع بتبقى الغلطات سهله للمهاجم وصعبه ليك انت، فعلى اساس كده ان انت تنظف يخليه في الخط اللعب المضمون اكتر. المضمون احسن، الامكانيات العاليه بتاعتك دي خليها بعد كده في النص الاخير، في نص الملعب الاخير. طيب يمكن امبارح شفنا مستر اوسويو بيدي فرص لبعض اللاعبين اللي يمكن ما استغلوش الفرصه امبارح افضل استغلال، بنقول انه اللي مش لغايه دلوقتي مش قادر ان هو يستغل الفرصه طبعا خلاص، يعني انت ما افتكرش انه هيكون ليك مكان اكتر من كده طبعا بعد كده، يعني طبعا مع الموسم القادم مع الزمالك، لانه انت خدت اكتر من فرصه امبارح، كان في فرصه ومحدش قدر يستغلها او انت ما قدرتش تستغلها، ما تقول هو ايه للاعبين اللي ما قدروش يستغلوا الفرص؟ طبعا طبعا دي فرصة مش هتتكرر لك، انت بتلعب مع فريق كبير اسمه نادي الزمالك، فريق بطولات وماتشات بتكسب على طول، لازم لما تبقى هتلعب مباراة لازم تبقى مستعدلة من كل شيء، لازم تبقى جاهز، في مدرب جديد عايز يشوفك، فدي فرص طبعا مش هتيجي بعد كده سهلة، انا بقولها لك بعد لما هيشوف طبعا، الحمد لله ان عنده برضه فتره انه بيشوف لعيبه كتيره وماتش الكاس برضه، مش كل الحاجات دي بتبقى رؤيه المدرب، واحنا شايفينه عمال يكتب كل كبيره وصغيره امبارح، فطبعا دي الفرصه مش هتتكرر، انت مش لعيب لسه جايبينك هنديك فرصه مره واثنين وثلاثه، لا انت لعيب محترف جاي بمبالغ ماليه كبيره، على اساس لازم لما تلعب تعمل حساب للفرصه دي تمسك فيها ما تسيبهاش، عشان بعد كده هتبقى صعبه، اللعيبه كتيره الحمد لله واللعيبه مميزه كتيره، فطبعا طب لو هنتكلم بصراحه يا كابتن، يعني سامسون اكينيولا، هنتكلم بصراحه، شايف يعني ايه اللي خلاه لغايه دلوقتي مش عارف ان هو ينسجم مع الفريق، مش قادر ان هو يؤدي دوره المفروض يليق بان هو يكون مهاجم داخل نادي الزمالك، ايه مشكلته؟ ايه مشكلته مشكلته لحد انا مش دلوقتي؟ شايفه ان هو راس حربه حقيقي، معلش انا عارفه راي حضرتك فيه لا من قبل يعني كده، هو حضرتك كنت قلت لي رايك فيه من قبل كده. راس الحربه لازم يبقى نمره واحد مميز بالكور العاليه، الكور العرضيه العاليه، هو ما بيلعبش بدماغه برضو كويس، ودي برضو يعني نقطه ضعف في هجومنا الزمالك،
كله مش سامسونج بس. يعني لازم يعني طبعا منسي طبعا نتمنى له التوفيق من المميزات اللي هو كراس حربة انه بيلعب الكوره العاليه وهو ال 18، هو دي ناقصاه بالنسبه له. وبعدين هو ما يعني عايز اقول برضه ان هو يعني عايز شغل كتير، وزي ما انت قلت احنا ما عندناش وقت للشغل الكتير ده، وما عنديش انا لعيب محترف محتاجين اللي يسعى في الفريق، لعيب محترف هجيبه بمبالغ ماليه كبيره ولسه هديله فرصه واثنين وثلاثه. لا ده بيلعب في مكان مميز، يعني الحارس المرمى او راس الحربه دول ما بيبقاش عايزين تجارب كتير، بيبقى جايب واحد ستار هو اللي بيكسبني، هو اللي بيمنع عني الجول لو حارس مرمى مثلا على مستوى عالي محترف من بره، او راس حربه اللي هو بيخلص وبيترجم الاهداف. فدي مش عايزه يعني نتمنى له طبعا التوفيق بقى الفتره اللي جايه على اساس، لكن مش هو راس الحربه المميز. يعني اول مباراه ليه شارك فيها مع الزمالك سجل هدف والناس كانت يعني متفائله بيه خير، وكنا متخيلين انه هيكون ليه شأن كويس مع الفريق، لكن بعد كده اكتشفنا انه ما هو يعني طبعا بعد ما كمان بعد الاصابه اللي حصلت له والاداء مش ده اللي كان متوقع اطلاقا منه. بالظبط بالظبط، مش هو راس الحربه، يعني انا بعتبر ان هو برضه هو بيلعب في مكان مهم.